السلام عليكم. خامنئي يعلن هزيمة الاحتجاجات في إيران ويصفها بالمؤامرة. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك لتتوصل بجديد الأخبار العاجلة والحصرية. أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم الأربعاء هزيمة الاحتجاجات في إيران جزئيا، واصفا إياها بالمؤامرة الخطيرة جدا. وقال خامنئي خلال استقباله لآلاف من قوات البسيج في طهران إن الشعب الإيراني أحبط مؤامرة واسعة وخطيرة جدا في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن الشعب أثبت مرة أخرى أنه قوي وعظيم، وذلك حسب وكالة أنباء إيران إرنا، واصفا الشرطة والثعبئة والحرس الثوري أعمال الشغب، لكن ما قام به الشعب ومسيراته الحاشدة كان أهم من ذلك. وتابع: كانوا يظنون بأن رفع أسعار البنزين فرصة لاستخدام عناصرهم التخريبية والقتل، لكن الشعب قد قضى عليهم، مؤكدا أن الشعب الإيراني أفشل مؤامرة واسعة وكبيرة ممولة جدا وخطط لها للتخريب والقتل. وتشهد مدن إيران تظاهرات منذ عدة أيام للاحتجاج على قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة والتعليق.